فعلا 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 بحب الجيم، بحب الجيم قوي. واظن في ناس كتير قوي، يعني ناس كتير قوي بتقول، في ناس كتير قوي بتستقل باهميه وحبنا للجيم ك الناس اللي بتروح جيم بقالها سنين وبقالها كتير بتروح جيم. الناس بتقول لنا ايه الهبل ده يا جماعه، بتروحوا تقعدوا تشيلوا حديد مده ساعتين ومش عارف ايه، بقالكوا كام سنه بتروحوا تشيلوا حديد وتنزلوه، ايه الفكره الغبيه دي؟ مش بيشوفوها. بس بحس ان هي اكتر من كده بكتير الصراحه، ومش بحس، انا متاكد ان هي اكتر من كده. هي مش بس ان انت تروح تشيل حديد، معرفش، بحس الجيم انقذني في اوقات كتير قوي في حياتي، الجيم ساعدني في اوقات كتير قوي في حياتي، الجيم علمني حاجات كتير قوي في حياتي. في اوقات اما كنت مش في احسن حياتي، الجيم مثلا هو اللي كان دايما بيحسن لي المعنويات ويبسطني ودي ممكن تبقى حاجه حزينه شويه ان انت تلجأ للجيم، بس في نفس الوقت اظن ده يعني حاجه كويسه ان انت تطلع فيها المشاعر الوحشه، بدل ما فيها اوقات فيها حاجات اوحش بكتير تعملها عشان تحسن مزاجك، يعني لو فاهمين قصدي. واي رياضه اظن، مش جيم بس، يعني اي رياضه، يعني حد يكون بيحب الرياضه قوي بيجي له نفس الفكره دي منها، اللي هو بيلجأ للرياضه دي ان هو مثلا يوم وحش لا تروح تعمل رياضه يكون يوم حلو، حتى لو يوم حلو هتروح تعمل رياضه ده يكون يوم احلى، او فاهم، بتساعدك. فالجيم فعلا من الحاجات اللي هي بحبها قوي، بحبها قوي، بحبها قوي، بحب التمرين، بحب الحديد، وانقذني كتير. اظن في ناس كتير نفس الحاله دي، اللي هو بيروح الجيم اكتر ان هو يعني كده كده برضو فكره ان انت تعمل عضلات وتحسن صحتك، ودي كويسه برضو للمعنويات، وكويسه ان انت تكون واثق من نفسك في حياتك كلها، بس بره عن الحته السوبرفيشال اللي هي الحته اللي من بره كمظاهر، في حته من جوه تبقى احسن، وبتدي فرصه انت كده ايه. انا شخصيا مثلا لما اكون بتمرن بحس ان مخي بيسكت، او يعني واحد مخي بيسكت واكون مركز في اللي بعمله بتكون حلوه قوي، دي حاجه مش بتجيلي في اماكن كتيره تانية، تبقى حلوه قوي. وانا ممكن يكون دوشه كتير صراحه. صح. ريحنا امبارح برضو، عملنا تشيست وباي، باك وتراي، بعد كده خدنا يوم راحه، كان النهارده هنلعب كتف، تمرينه كتف النهارده، كده بكره رجلين، بعد كده غالبا يوم راحه. وعجباني الطريقه دي اكتر، حاسس ده اللي جسمي محتاجه اليومين دول، اللي هو يومين يوم لا، ده اللي انا حاسس انا فعلا محتاجه، عشان ابتديت ان انا جسمي يعني، وكمان البرو سبليت يعني ظهري وبنشي شادين بطريقه مرعبه شويه. اما نقلت من بوش بول لجز لعضله واحده، فالعضله دي بتتفعس يوم يوميها، فهي الشده اللي هو انا صاحي امبارح ظهري اللي هو ايه ده، فاهمين؟ فده حاجه حلوه صراحه، بحب الاحساس ده قوي، بحب قوي الاحساس ده، وبقاله كتير ما بيجيليش قوي في بوش بول لجز، ما بشدش بنفس الشده في بوش بول لجز خالص. بس يوم اللي بقى ايه البرو سبليت، يا نهار ابيض، حاجات حلوه. فنروح نلعب كتف النهارده. تمرينه الكتف اللي بفكر فيها، عايز برضه اعمل حاجه اوفر هيد بريس تقيله، مش عارف اعمل دمبلز ولا بار، ولا دمبلز ولا بار ولا ماشين، لسه ما قررتش. في البريس غالبا دمبلز اكتر حاجه شدني، هي الدمبلز حاليا. بعد كده طبعا هنعمل ريزز، ممكن اصلا نبتدي بريزز بعد كده نعمل البريس بعد كده ندخل ريزز تاني. عايزين فرونت ريزز، عايزين كتف خلفي وشراجز. غالبا هبتدي مثلا دمبل ريزز على الهادي كسخن، بعد كده نخش على الدمبل اوفر هيد بريس، لكن مثلا كفت لاتل ريزز كنا عملنا كده هنا، وده الجانبي كده، ممكن نخش خلفي كده ولا امامي بعد كده خلفي، ممكن امامي بعد كده خلفي كده شراجز، بعد كده نشوف ايه اللي ناقص، ممكن تبقى كده بس نشوف كده. كده بحب اشوف اكتر يعني يوميها او في ساعتها ايه اللي مثلا محتاج لسه اشد، او ايه اللي ما شدش مني الحاجات دي كلها. بس دي كخطه عجباني صراحه، خطه لذيذه، حاسس ان احنا نعمل حاجه حلوه. في الدمبل اوفر هيد بريس في العادي اقول لكم متقلوش قوي، ولكن النهارده صراحه عايز اروح اشيل شويه اوزان، فهجرب مثلا شوف الباقيين بتقول ايه، شوف كده، شوف جسم نبض، ممكن ما العبش. بس كل حاجه تانية كده كده مش هنتقل قوي، هنلعبها تيمبو اكتر، واحنا عارفين هو التركيز على العضله على الستريتش
نركز حاجاتي كلها في الاوفر هيد بريس بس اللي ممكن اصغر شويه. تعرف هنشوف برضه يمكن اكل وعلى نفسي مش قادر ما اعملش كده. بس صحي فطرت فطار كويس قوي، والنهارده يوم 31 اكتوبر ويوم الخميس. اللي بيتفرج على باتمان او بيحب باتمان عارف ده معناه ايه، مع ان النهارده بالليل عندي شيفت طويل اقعد اتفرج على الناس تطمن على الساعه مع البلد. ف لازم نتمرن ونروح نجهز ان نخلي بالنا على الميعاد باتمان وكده. بس غالبا هفكس تمرين الموي تاي النهارده مفيهاش. لازم تسمعوا كلام جسمكم بجد، متدوسوش على نفسكم زياده، يعني تدوسوا على نفسكم لحد ان انتوا قادرين واللي هو عارفين اوكي انا فيا عامل كده. انما يعني بما ان احنا غيرنا البرو سبليت فمحتاج ان انا اتعلم، او مش اتعلم، محتاج ان انا اقرر بس هغير جدول الامامي ازاي، عشان مش هينفع اكون بعمله اربع وسبت زي ما كنت بعمل، محتاج ان انا اغير الايام. فهبعت المدرب بتاعي اقول له اديني كده كام يوم اظبط جدولي واشوف تمارين هتمشي ازاي ونجددها عشان نعرف نتمرن الحاجات دي كلها ازاي مع بعض من كده ما نموت. بس داخلين على الجيم اهو، نطلع نسخن ونضمر كتفنا. متحمس وكده داخل بحماس، داخل بحماس متحمس بقى كتير ما لعبتش تمرين كتف لوحدها. ف واحده واحده بقى ماشي ما نتجرعش عليك. يلا بينا. الحمد لله جبناها، جبنا 40 كيلو 10 عدات كده تقريبا 8 عدات. وده بالنسبه لي ده اللي كنت عايزه بالظبط. يعني فكرت اطلع لل 50، غالبا لو طلعت لل 50 كنت اقدر اجيب بيها مثلا من 4 ل 6 عدات. بس الفكره ان هي 50 كانت يعني ريسك الاصابه كبير قوي، فمش مستاهله خالص. وصلت للفشل بال 40. ممكن الهدف بتاعنا يكون ال 50 بعد، يعني طلعنا كل اسبوع 2 كيلو 8 عدات، فكده ممكن نلعب بال 50 كمان 5 اسابيع، وده هيكون ال ده هيكون الهدف اظن ان شاء الله. يعني بس حلو قوي، حلو قوي، الحمد لله كانت حلوه كده. احنا خلصنا اي حاجه تقيله التمرينه دي خلاص. هنعمل دلوقتي واحده بال 24 21، يعني هنعمل 7 من تحت لفوق، 7 من فوق لتحت كده، 7 كاملين كده. لو لسه فيها ممكن نخش واحده اخيره ورا هي هنخلص كده، ولو عاوزنا نخش بريسز تانية نخش على الماشين. بعد دي هنخش بقى ايه، ممكن نخش كفت لاتر ريزز. حلو قوي، عايزين اوصل لاتر ريزز 20 15 12. اوف حلو قوي، البدايه حلوه قوي. نقول بسم الله ونبتدي بقى. بسم الله بسم الله. على دي خالص عايز ال 21 دي تمبو حلو، مش عايز استعجل العدات. ايزي خالص، اقول له 7 من هنا لهنا. 1 2 3 4 5 6 7 كده 7 من هنا لهنا. 1 2 معك 7 فول رينج. حلو قوي بس كده فاهم شريز ده. جميل جميل جميل.
كل حاجه. وبعد كده حتى يجري البص الفايبرز اللي مشغلها نزل الدمبل يكمل. عندك دروب سيت يعني عندك كل سلامه دروب سيت فوق اصلا هي تخليك. ولازم جريس يعني انا بركز على كتف الجريد. بعدين بعديها عملت شوف السنتين كتف ورا شوف الجريد. خلف الجريد غير الجريد. وخش بعديها بس يخش مجموعه كامله مني. خش بعديها اسف شكل بس فرن. شوف هم بقى كل حاجه دول. وده يجي معاك جنري بوك بس انت تركيز على الفرونت. وكده هتقول لي عندنا لاندر الفرونت كويس قوي. هنعمل تمرين عارف بس يا اما فيسبول يا اما التاك داك الريس باك داك داك هفكر فيها لسه الشوكس ما كانش من كل الباقي يعني المهم احنا نعمل كل الدبس يعني جنري وفندي نجيب التلبس بعد كده نشوف النص يعني دي الفريق اللي انا بفكر في المنطقه الفريق كده مش عارف كده دلوقتي برضه بس حاجه لابس بس مش هندقين ما تخش اليوم في الفوق يعني انا بس بعد اثنين كده لو جيت مثلا لازم الضم اللي جيت مثلا اربع عبايات فايت كده في الفوق بس غير ابد هتشوف بس سمان تشيلش شو ما اجيبها كده عندك في جدك رفض
عشان انا في الاول كنت بقول لكم بحب الجيم قوي، والنهارده بقى يعني حبه زياده كمان بجد. المزاج بعدي وانا مخلص كده الدنيا لسه بدري. الله جميل. لازم فاكرين اظن فيديو امبارح ولا اول امبارح مش فاكر، لما قلت لكم عايز اصحى واجي على طول وانجز التمرينه. عملت كده النهارده وفعلا احسن قرار محادي عملته، احسن حاجه تعملها دلوقتي. مثلا الساعه دخلتي داخله على واحده وانا فاضي، انا فاضي خالص ولا ايه بقى، مقولوش اي حاجه خلاص. بقيت اليوم انا هقعد ممكن اشتغل شويه، انزل الفيديو، ارد على شويه ناس، وانا مش تكنيوس. عملت اللي عليا في يومي، فده احساس حلو. يمكن عندي حاجات صغيره قوي اعملها يعني، بس دي كده. ما عارفين احساس لما يكون مثلا لسه قدامكم التمرينه مش وانا مش واحد مثلا ما بيحبش التمرين، بالعكس انا بعشق التمرين وبيكون احلى وقت في يومي. بس في اوقات بالذات بقى لما يجي مثلا وقت الزحمه ما بتكون مستتقل الموضوع، اللي هو انا مستتقل قوي ان انا لسه هنزل بقى وفي عز الزحمه وتاخدني مثلا نص ساعه عشان اوصل، واقف وفي الجيم نفسه هيكون زحمه قوي بقى والناس قاعده بتسخف. فكل الحاجات دي بفكر فيها، مش عايز اوجع دماغي. فما تعمل كده بدري خلاص مفيش احساس لو انا ورايا حاجه النهارده، لا انت في النهارده انت فاضي، هتروح دلوقتي تستقنيص تستحمى وتقعد تاكل وتصلي وتكون زي الفل. فدي جميله الصراحه، فعلا فعلا انصحكم. النهارده صاحي بدري قوي الحمد لله، بقالي كتير ما كنتش بصحى بدري، فالنهارده صحيت بدري وغلطت كل حاجه، خلصت بدري بدري خلاص حلو. واظن فعلا هعمل الحوار اللي هو يومين راحه ويوم تمرين، عشان النهارده داخل التمرين بمزاج حلو جدا. داخل التمرين عايز اوريكم حاجه، عايز اوريكم عربيه معدي من جوه شكلها غريبه قوي. داخل التمرين هتشوفوها، شوفوها الحوار عدي من على يمين. بص 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 اللي هي، بص اللي هي على هنا دلوقتي. ماشي استنى استنى عايز اوريكم، افرجكم افرجكم، عايز افرجكم عليها. انا بعمل لكم مشاكل عشان افرجكم على اللي بيحصل جنبي دلوقتي. بصوا 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 ايه ده، شوفوا دلوقتي بصوا ايه الحوار. المهم بقول ايه، صحي بدري قبل كتير، صحي بدري حلو، سعيد بدري خلاص كل حاجه جميل جدا. واليومين الراحه ده كنت بقول لكم، يومين راحه، يومين راحه يوم تمرين، لا يومين تمرين يوم راحه، ده حاسه هينفعني قوي. يمكن يكون الفتره ما بين التمارين كتيره، فيمكن احاول الاقي ان انا طريقه مثلا ادخل يعني العضلات اللي واقعه مني او اللي عايز اركز عليها ادخلها في تمرينتين بدل تمرينه واحده بطريقه ما، حتى لو تمرينه واحده بس، بس تركيز جدا واعصر العضله فيها تكون حلوه. بس داخل النهارده التمرين داخل بمزاج حلو جدا، عايز اتمرن، ما حسيتش ان انا في النص مثلا تعبت او زهقت او عايز اروح، بالعكس كنت مبسوط جدا التمرينه كلها، ومتحمس لسه على بكره وعندي طاقه فاهمين. وان انا عشان ريحت امبارح فقدرت ان انا اخلص يومي بدري امبارح، انا عملت كل شغلي ونمت بدري جدا. لما يكون عندي يوم تمرين بخلص عايز الحاجات اللي ورايا مثلا على الساعه 6 7، وانا بحب ادي لنفسي فتره بعد ما اخلص كل حاجه ان انا اقعد ما اعملش حاجه، ممكن اتفرج على حاجه، ممكن العب شويه، اللي هو افضي دماغي بقى تماما. ودي بتاخد مثلا 3 4 ساعات صراحه، بحب بس ادي لنفسي 3 4 ساعات. انا النهارده انا 3 4 ساعات دول هقعدهم. فاللي كان بيحصل هو ان انا كنت بخلص مثلا الحاجات الساعه 6 7، 3 4 ساعات بتوعي بخلص حاجاتي الساعه 11، ببتدي انام الساعه 11، فبنام متاخر فبصحى متاخر فاهمين. فمدي لنفسي يوم راحه، فانا بخلص حاجاتي بدري، والوقت اللي ما بعملش فيه حاجه بيكون بدري. فبكره زي امبارح، امبارح دخلت انام الساعه 9 مثلا، خلصت اللي ورايا، انا خلاص انا مستقنيس ومبسوط بكره انام دلوقتي. فدي حاجه عايز اشتغل عليها، اظن ان انا يومين راحه يوم تمرين، اتمرنت النهارده اتمرن بكره بعده رايح. بس لازم بقى اعرف هنزل لكم ايه يوم الراحه ده، فاكتبوا لي لو حد وصل لما طلعش، لو حد هيوصل هنا اصلا، لو حد وصل هنا اكتب يا راحه كلمه سريه، بس اكتبوا لي عايزين تشوفوا ايه في يوم الراحه بتاعي. اكلي استرتشات، ممكن اجبر نفسي ان اعمل استرتشات بتاعتي، انا بقالي كتير ما بعملهاش الصراحه، ممكن اجبر نفسي ان انا اعمل استرتشات بتاعتي، ف ممكن اوريكم استرتشات، ممكن اتكلم معاكم بعمل عجله، ممكن اطلع على العجله، مش حاجه بعملها كفايه خالص، اطلع على العجله اعمل كارديو شويه. حاجات حلوه كده يعني، حاجات حلوه. اكتبوا لي اكتبوا لي عايزين تشوفوا ايه من الحاجات دي. بس هطلع دلوقتي اكل، اروح اكل، محتاج اطبخ النهارده، اطبخ واكل استحمى اصلي اعمل شويه شغل ورايا وخلاص كده، هتكون يوم جميل عدى الحمد لله.
بس ناحية التمرين، ناحية التمرين ايه اقول لك، انا التمرين كان حلو قوي جدا. 40 اللي هعمله بقى ان انا يعني كل مرة اتمرن كتف احاول ان انا اعمل ايه، ازيد 2 كيلو كل اسبوع، يعني مثلا 42 كيلو النهارده، 40 كيلو الاسبوع ده، الاسبوع الجاي 42 كيلو، الاسبوع اللي بعديه 44 كيلو. لو في اسبوع بس حسيت 42 كيلو تقيله ماشي، لو الاسبوع الجاي جيت عامل 42 كيلو تقيله هعمل 40 بس ازود عده، بدل ما عملت 10 عملت 11. بس الهدف اظن ان ننهي البلك لما نجيب ال 50 كيلو 8 عدات. حلو الهدف ده، عاجبني الهدف ده. وممكن في البنش ال 60 كيلو 6 عدات. حلو ده ممكن يكون هدف حلو للبلك. مرحلة التضخيم دي 60 كيلو بنش 50 كيلو شولدر بريس. وبعد كده نقول نبتدي بقى النشف. كده نقول اهلكنا جسمنا كفاية اصلا. وعايز اعمل مساج نفسي، الحتة دي مضايقاني شوية، عايز اعمل مساج عليها. بس بس كده، شكرا انتوا اتفرجتوا، اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.